خلاص. سوير ما اقدرش اقول عليها غير كل كلمة خير. ليه؟ لان عملت خير كتير جدا لناس لا تذكره، بس انا عارفه. ومعك انت كنت ومعك كانت عظيمة جدا، وكان بيني وبينها قصة حب خطيرة جدا. بدأت ازاي؟ نعمل بيها فيلم بقى. طب وليه ليه كنتوا تتخانقوا كتير؟ بتخيل ان انت بتغار، نوعك بتغار. لا هي كانت نجمه ولا ممثله، ما الصور موجوده وعلى اليوتيوب موجوده. الصور كانت رفيعه وبتاع، انما احنا لما جينا انا بسجل في التزامن واحد وهم في التزامن اتنين، فبتقول لها مين ده يا ماما؟ فبتقول لي يونس المهندس الاستوديو. مين ده؟ قال لها ده حلمي بكر اللي قدم اغنيه ورده في حفله قدمه جلال معاود. قلت لها يا ماما اسلم عليه. دخلوا الاستوديو، قالت لي بنت سوير اهلا بيك بتاع بنت سوير. قلت لها اهلا يا فندم، وكنت مؤدب وخجول. ولما واحده تتكلم اكني ست بتعاكس راجل، اتكسف. انا كنت كده. بعد ثلاث ايام المهم بطالع، فبقول لهم معاك عربيه؟ وانا كان معايا عربيه بابلة لسه بادئ جديد. ما اوكي. فاخدتهم وصلتهم بيت، دخلت فبتوريني صور معموله في البوم على اساس دريه بتعدها للسينما. فبصيت كده خزقتهم. هي بص، انت بتقطعهم ليه؟ طلع مش انت دي شوف الدقائق كانوا صور. طلع مش انت صوره مسكزه، مش انت. المهم مشيت. رابع يوم كلمني فؤاد الالف المخرج الله يرحمه، وقال لي خد كلمه، ما كانش في موبايلات، قال لي خد كلم مدام دوري علمي، احنا عازمينك على الغدا، واللي طبخه النهارده سوسو. قلت لها يا فندم انا بعد انت. قلت لا خد بالك ماليش دعوه، شوف التفاصيل. فكلمها قلت لي كنت دايما تهزر تقول يويو هي بتاع. قلت لها حاضر جاي. رحنا دخلنا قعدنا في الدور الثاني، ودريه قالت انا حسب كنت تتكلموا مع بعض، ونزلت. قعدنا نتكلم، طلعت والدنيا مظلمه. ايه يا ولاد انتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ دريه كانت غاويه تضحك دايما كتير. فقلت لها ابدا يا فندم وبتاع. قالت لي بص يا واد انت وي انزل هاتوا دبل وبتاع. قلت لها بس انا لسه بادئ حياتي، شوفي الحوار بقول لك الدقائق. وبدانا بدل ما انزل اجيب دبل جبت شبكه. خلاص؟ وجينا بدأنا بقى ايه؟ انت مش عارف ايه؟ هقول لك حاجه. وخطبته يعني في سن وخطبنا واحنا مخطوبين. بعمل اغنيه لمحرم فؤاد فنزلت. شوف بوريك بقى العلاقه اللي بيني وبينه. فكل شويه حلمي ايه؟ عامل ايه؟ ايه تا تا. فمحرم قال لي السفراجي، قال له ما تدخلناش تليفونات، خلينا نكمل الاغنيه. وكان معنا مرسي جميل عزيز. خلاص؟ اللي هي اغنيه عزيزي وحبيبي اللي كانت سبب في انفصال او زعل. كان عبد الحليم عمل جواب. طيب. اغنيه جواب ودي بتاع. المهم مروح قال ما تيجوا نتعشى في مكان ما حلاوه ما عملنا الاغنيه. دخلنا المكان كان فيه بيتعمل حاجه اسمها سهرات الاسبوع. مين موجود؟ احمد رمزي ومين ومين، وترابيزه كبيره. من ضمن الصور طلعت انا. فانا جيت قلت لها سوسو كلمت في المكان اللي انا فيه انا جاي. اي طيب. قالت لي الشغالين حضروا لي ميه سخنه من الدور الثاني. انا داخل قالت لي حلمي ما كانتش الحله طلعت لسه بالميه. قالت لي ارجع اتاكد من باب الجنينه. فرجعت عبال ما رجعت راحت ملبساني الحله من فوق ميه سخنه. طلعت انا عشان ما اعملش مشاكل. فقلت يا هاتولي فوطه بتاع اتجننت. هي كان من نوع السائر. انا نايم بعديها باسبوع نزل في الكواكب سهرات الاسبوع وانا بقى قاعد والترابيزه ومستانس ومطلقني وضرب. كان الاسلوب بتاع حياتنا كده. لا 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 افضل كان الاسلوب بيني وبينها. وانا كنت دبلوماسي جدا لاني بدانا بس انت كمان برضو كنت سائر معاها. انا بقى في التصوير ايه كده. طيب شغل عيال. بس كان عندك مشكلة على شغلها والتمثيل؟ لا أنا لا ما كانتش مثلت. لا 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 وكانت نفسها تطلع مضيف في الطيران هي. أوكي. خلاص؟ بس أنت ما كنتش بعد ما اتطلقنا عملت الفيلم بتاع ست بنات وعريس. مين اللي عمل مزيكته؟ أنت. أنا عامل لسوير حوالي ست أفلام. بس كنتوا اتطلقتوا؟ كنت طلقتها بس أصدقاء. ونتقابل واسأل وتتكلم وبتاع وجد الريع. بس أنت كان رفضك الأساسي إن ما تخشش التمثيل. ليه؟ في فرق بين ان انا جيت لقيتك لابسه كده وفجاه وداخل لقيتك شايله شعرك وعامله بتاع. انا احبك زي ما عرفتك.